الشيخوخة أو التقدم بالعمر هو سنة الحياة، ولكن البعض بيعتبرها هزيمة. كيف ممكن تتجنبوا الشيخوخة المبكرة؟ سؤال كتير كبير رح نجاوب عليه بحلقتين مع دكتور شيرين بزان، أخصائية بطب العائلة ومكافحة الشيخوخة. صباح الخير. صباح النور نسرين. دكتور شيرين، يعني سؤال كبير أنه نكافح الشيخوخة، بس بالبداية هيك سؤال بديهي، نحن عم نحكي شيخوخة شو؟ أكيد مش بس هالبشرة أو الوجه، في ناس حتى بتنسى الرقبة بتنسى الإيدين، بتفكر بس الوجه. شو يعني الشيخوخة أول شيء؟ يعني معظم العالم وقت يفكروا بالشيخوخة والنساء خاصة، مثلا الموضوع كتير بهم النساء، على طبعا بعض الرجال بيهتموا، بس النساء كتير بهمهم هذا الموضوع، يعني موضوع كتير مهم. بقى بيفكروا انه الشيخوخه هي مرادف انه نحن يطلع لنا شعر ابيض مثلا، يجعد وجهنا، يصير عندنا تجاعيد حوالي العين، يقشط هيك الوجه، او يخسروا الفات اللي بوجهن او هالفوليوم. على طول وقت نفكر بالشيخوخه بنتجه دغري صوب المظهر الخارجي، وبننسى انه الشيخوخه هي مش بس مظهر خارجي، هي انه وظائف الجسم يلي عندنا اياها تخف او تضعف او تتلاشى مع العمر. فنحن حتى نقول شيخوخه جيده او هيلثي ايجينج، يعني انا الطب اللي بعمله هو طب مكافحه شيخوخه، اذا ما نترجمه شوي للعربي هو انتي ايجينج، حتى بينتقدوه بيقولوا انه ليه عم تقولوا انتي ايجينج، ما نحن وير جونا ايج، نحن رح، او بيعتبروا الضحك عدقون على انه نحن رح نشيخ على الحالتين على كل الاحوال. هي حلو نقول هيلثي ايجينج، بس انه سموه انتي ايجينج. اوكي، فالفكره انه يعني نكبر بشكل صحي. صح، هي الفكره انه تكبر، انه وهون بيجي التعريف. شو هي الشيخوخه؟ انه نحن ما فينا نهرب من انه العمر الكرونولوجي، يعني مثلا حدا خلق 1980 مثلا رح يكبر مع العمر، حيزيد سنوات، اما عمره البيولوجي يعني عمر الخلايا او وظائف الخلايا تبع جسمه فيه يكون كثير اصغر من العمر على العمر الحقيقي. يعني فيها مره مثلا يكون عمره 50 سنه، اما لانه هي عندها نمط حياه جيد جدا، عندها مثلا علاقات جيده، محافظه على حالها هيك بيقولوا بالدارج. شو يعني علاقات جيده؟ هلا بنرجع بنحكي. ايه رح نفوت هيدا ضمن صلب الموضوع. انا مثلا افتح ثلاث ساعات انا وياها لشيرين ضمن صلب الموضوع. ف بيقولوا بنشوف مثلا ببعض الفحوصات، هلا صراحه ما في انديكاتور وما في فحص، ما في مثلا انا فحص بعمله بالعياده بقول لي عمرك البيولوجي الدقيق، هذا مهم، الدقيق مثلا 30 سنه مثلا، في يكون عمره واحد 50 سنه بس عمره البيولوجي، بس في مجموعه فحوصات جمع الالجوريتم تبعولها بيعطينا فكره تقريبا عن العمر البيولوجي للشخص. اوكي، فنحن موضوع الحلقه اليوم الشيخوخه المبكره. شو يعني شيخوخه مبكره؟ يعني واحد ختر قبل عمره، يعني وظائفه الجسديه شيخت او ختارت قبل عمره، يعني عمره البيولوجي اكثر من عمره الكرونولوجي، مثل يعني عمره اكثر من عمره الحقيقي. إيه الحقيقي، يعني بنحكي عن الشيخوخه بنبدا من جوا. صح، شو يعني نبدا من جوا؟ كل شيء من برا، حتى هيك اذا بدنا نفوت نحن انعكاس لجوا. إيه إيه، حتى اذا نفوت بعمق الاشياء مش بس بالشيخوخه، هو انعكاس لكل شيء من جوا. وبتتجه هيدا من وظائف الجسم الجسديه لنفسيتنا لروحانيتنا الى اخره الى اخره. خلينا بالشيخوخه. رح نقول انه كل شيء من جوا، يعني صحه المعده تبعنا، المعده او الامعاء اكثر، يعني الجوت هيلث تبعولنا، يعني وظائف جسمنا. بس ليه بلشتي بالمعده؟ كثير مهمه. هلا اكثر واكثر واكثر عم نعرف انه جوت هيلث يعني صحه الخلايا الموجوده على غشاء الامعاء، على المصران والمصارين، وكيفيه امتصاص الاكل يلي عم ناكله. طبعا عظيم انه نحن هيلثي لايف ستايل وبيرفكت وكل يوم بناكل كل شيء كثير جيد، بس اذا ما عم نمتص هيدا الاشياء الجيده والمعادن الجيده والفيتامينات الجيده اللي هي اساسيه والجسم ما بيقدر يصنعها، في اشياء الجسم ما في فابريكا، ما بنكون نحن عم ناخذ الاشياء اللي هي حتحارب هيدا الفقد الوظيفه اللي بتتم مع العمر، او ختيرت هالخلايا. صح، فينا نقولها هي الخلايا بتختير، يعني لا مفر انه مع العمر طبيعيا فيزيولوجيا الجسم رح يخسر وظائفه. نحن شو بدنا نجي نعمل؟ نوقفه او نحد او نخفف من خسارة هيدا الوظائف. نعم. عبر اولا التغذية الصحية، يعني نمبر 1، يعني التغذية الصحية هالقد شيء اساسي كثير، ات سبورتس ايفريثينج، يعني هي ركيزة وركن
لحتى نحن نقول انه لنتجنب الامراض، وهيدي كثير مهمه. يعني الطب الوقائي يقع بقلب وبصلب طب مكافحه الشيخوخه. كثير كثير اهون نقول انه نتجنب المرض مما نحن يحدث المرض وهون بنصير عم مثل واحد عم بيطبطب يعني للشغله. بلكي هيدا الشيء اللي انت بتعمليه، يعني انت بتقدري تعرفي نحن معقول شو نصاب لقدام يعني. مزبوط. وانا هيدا الشيء عملته صراحه، ويعني بحب اعطي شهادتي على الهواء انه انا تغيرت كل حياتي. يعني صلنا تقريبا شي 5-6 اشهر سوا، انه فعلا تغيرت كل حياتي. لا انت اسم الله عليك نسرين، يعني انا حدا كنت بتلتزمي قد ايه مهم واحد يلتزم. ايه بلتزم، بس انا في اشياء قد ايه بعرف حالي، مفكره حالي انه بفهم ومثقفه، بس في كثير قصص ما كنت بعرفها. فكثير مهم نتعرف لانه فعلا بتتغير حياتنا. يعني انا لمست هيدا الشيء. بتعرفي مش بس قصص ما كثير بنعرفها، الاشياء اللي تعلمتها انا بكليه الطب لما كنت عم تخرج حكيمه. نعم. يعني ما في خبرك قد ايه هلا اختلفت الاشياء، قد ايه زادت على الاشياء، مش بقى انه تغيرت وكنا نعرف غلط، لا، بس قد ايه في معلومات، ابحاث جديده، تكنولوجيا جديده، يعني العصر سريع وسريع بشكل فائق. صح. كل يوم بدي اقرا للحق انا التطور والابحاث اللي عم بيصير، وخاصه بهالمجال، لانه وقت تقولي انه انت ايجينج يعني كانه انت عم بتفتشي على سر الحياه الابديه او سر الحياه. صحيح. الطويله او سر الشباب. يعني هيدا ميثولوجي ما بيخلص، هيدا موضوع بلش من مدري قد ايه ومستمر. هيدا من العلماء القدام القدام كانوا عم فتشوا على اليكسير اوف لايف، قال شو هو سر اللي بيشربوه حتى يضل شباب وصبا. في شيء بنشربه؟ ليكي كيف نحن رح نقسم موضوعنا اليوم بين جوا وبرا جمعه الجاي. يعني اول بشوف انا وانت امتى بتكون لنكمل هالموضوع لنعطيه حقه. غير الغذاء كيف ممكن نكون نحن عم نحارب بدنا نشيل عوامل الخطر. فاذا نحن حتى هيك نقسم الموضوع لهيك المشاهدين اللي عم يتابعونا يكون عندهم مثل هيك ريزومي. اول شيء بنفكر بالجسد، كيف فينا نحن نهتم بالهيكل، هيدا الهيكل الجسدي من جوا. بدنا نقول اولا الغذاء، كل ما اكلنا ماكولات صحيه مش مكرره، مش مصنعه، مش معلبه، مش مقليه، مش مهدرجه، مش بيضه، يعني سكر ابيض وطحين وخبز وهيدا الاشياء، لا نروح على الاشياء الطبيعيه، هول ويت يعني كامله، الحبوب الكامله، البيض يعني او الدايري برودكتس حسب. في اشخاص بتتحمله، في اشخاص ما بتتحمله. هو بالاجمال الدايري هاي انفلاماتوري موليكول، يعني بعض الاشخاص اللي عندها مشاكل بالجوت هيلث تبعولها ممكن يسبب لها التهابات. ممكن يسبب لها وقت نقول التهابات، يعني مش انفكشنز، يعني كرونيك لو جريد انفلاميشن، يعني هيك استعداديه الجسم انه يعمل مثلا حبوب، اكياس، شعر، بدانه، حساسيه، هيك اشياء وقت نقول نحن التهابات مزمنه. ثاني شيء غير الغذاء، إذا الغذاء ما بيكفي المتممات الغذائية طبعا مش عشوائية طبعا ضمن الفيتامينات. قديش الفيتامينات والمعادن كثير مهمة، مش كلها يعني هيك، ومش مالتي فيتامين حيالله. يعني في أكثريتهم بينزلوا مالتي فيتامين اللي فيه كله كل المالتي فيتامين ممكن بمعظم الحالات، خاصة بتعلق بالبراند يعني بالماركة، متعلقة بكيفية الصناعة، شو مخلوط مع شو، إذا لما ينخلطوا باللابوراتوار هو ذاته رح يطلع بقلب الجسم ولا لا، وكيف تاخديه وامتى تاخديه وأي ساعة، شو الكرونوبيولوجي تبعه، يعني أي ساعة تاخديه ومع شو، مثل 100% هو أشياء كثير كثير مهمة. بعض المتممات الغذائية الهدف إنه نحن نعكس الأكسدة، نحن بنحكي عن الأنتي أوكسيداسيون، يعني لأنه لما يتأكسد الجسم بصير في كرونيك انفلاميشن، التهابات مزمنة، والأكسدة هي اللي بتخلي الدي إن إي يتعب. ما احنا مع الشيخوخه بيتعب الدي ان اي تبعها. ليه؟ ما بيقدر يصلح نفسه، جسم عنده قدره فظيعه انه يصلح نفسه. بدنا نحافظ نحن على هيدي الميزه لحتى نحد من الشيخوخه. بعد عندي دقيقتين، فينا كمان شو؟ لحتى نحد من عوامل الخطر، النشاط الرياضي. الرياضي كثير كثير مهم. هلا نشاط رياضي مش يعني نعمل رياضيين ونصير اتلت وكل يوم نركض ساعتين، لا لا لا، القصه كثير ابسط من هيك، حركه جسديه منتظمه يومية، متوازنه، بسيطه ومهضومه. مثل شو؟ سريعا، مشي، مشي، رقص بالبيت، حطوا ميوزيك، سكروا الباب، رقصوا، اعملوا بيسيكلات، اهتموا بجنينه، هروله، سباحه، كمان يعني اشياء حيالله شيء ممكن نستمتع فيه. هيدي بسيطا وكثير مهم نكون عم نستمتع فيه، لانه هيدا بتكون ضمن حياتنا وروتيننا. الابتعاد عن التدخين
بليز التدخين. اذا فرجيكم صوره توين يعني توأمين فري جومو خلقانين بنفس النهار، وحده بتدخن وحده ما بتدخن، عمرهم 40 سنه اثنيناتهم، الفرق بيناتهم وحده مبينه 70 وحده مبينه شي 35. هالقد التدخين بياثر على البشره، على الوظائف الداخليه، على كثير اشياء بجسمنا. سو بدنا نبتعد عن التدخين. النوم الجيد، ما ننام، هيدي بيوتي سليب تسريل. تسريل لازم ننام. النوم بيرجلج وظائف الهرمونيه قبل الساعه 12. ايه احسن قبل الساعه 12 اكيد، لانه هي بتتعلق بافرازات الكورتيزول والميلاتونين والاشياء اللي بتحافظ على توازن الهرمونات اللي نحن بحاجتها مع تقدم العمر. نعم. شو كمان بدنا نقول لهم؟ بدنا يبعدوا عن ستريس يعني. هو هون هلا رح نحكي بلكي انا فكر المره الجاي نحكي عن الصحه النفسيه يلي هي بتوازي هذا الموضوع كله. نحكي عنه وبنحكي عن مكافحه الشيخوخه من الخارج، يعني هذا الشيء اللي بهم البعض، ولكن من بعد ما حكينا من جوا ما بعرف هيك شو معقول نختم بعد عندي 30 ثانيه. هلا لنذكرهم لكينا كثير مهم انه نهتم بعمرنا البيولوجي، هذه مسؤوليتنا. يعني اذا ما اهتمينا رح يمرق الوقت ونحن ننتبه انه حصل مشاكل، صار عندنا مشاكل كيف فينا نصلحها، كيف فينا نعيش بصحه جيده وشباب ولفتره اطول. دونك الوقايه اهم 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 شيء بمكافحه الشيخوخه، تغذيه، المتممات المناسبه، الابتعاد عن التدخين، نعمل حركه رياضيه، ونهتم بصحتنا النفسيه. بنحكي عنها اكثر وعن علاقات الجيده وشو دورها بمكافحه الشيخوخه المره الجايه. نعم. دكتور شيرين بازدان بدي اتشكر.